دايما ضف مع عمو يزيد. مرحبا مرحبا، وش راكم يا اطفال؟ لاباس؟ مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. اليوم يوم مهم جدا راح نتكلموا عليه، بعد ما نقولوا لاصدقائنا الاطفال باللي يقدروا هما كذلك يحضروا ويشاركوا معنا في الحصه بهذه الطريقه عبر موقعنا الانترنت عمويزيد.com. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، بعد المشاركة شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة، وعمو يزيد حبي يستضيفكم كامل. يا أطفال، في هذه الفترة هذه كان يوم مهم، يوم مهم هو اليوم العالمي لاضطراب التوحد، لجورني انترناسيونال دو لوتيسم. على بالكم باللي الأطفال المصابين باضطراب التوحد محتاجين عناية، محتاجين عناية، محتاجين رعاية، لازم نتوقفوا في هذا اليوم باش نضمنوا معهم. وإحنا اليوم معنا طفل، طفل مصاب بهذا الاضطراب، هو أنس. أنس راه معنا، تصفيق على أنس. رحبوا به، رحبوا به. وش راك أنس؟ أنس وين تقرأ؟ في مدرسة الموحدين. الموحدين، أي سنة تقرأ أنس؟ سنة أولى. السنة تاني. السنة الثانية. برافو برافو برافو. وش حبي تغني لنا أنس؟ وش تغني لنا؟ عمو يزيد. غنينا مدرستي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي. في شفتي يصطبح كوناتي يا كسم الفتي فتح يا مدرستي مدرستي. برافو، نعاونوك. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، اشدو بها كونيتي، هي كنز معرفتي، فلتح يا مدرستي. برافو 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 برافو. تصفيقة 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 على أنس، تصفيقة على أنس. على بالكم يا أطفال علاش أنس اختار لكم أغنية مدرستي؟ لأن الأطفال المصابين باضطراب التوحد احنا نضمنوا معهم من أجل التمدرس، لازم هاد الأطفال يروحوا للمدرسة كما أنس ويقرأ في مدرسة الموحدين سنة ثانية. احنا ماذا بينا كاع الأطفال مصابين بهذا الاضطراب لازم تكون عندهم رعاية، عناية، وكذلك تمدرس. لذا نتوقفوا معهم اليوم باش نضمنوا معهم. يا أخي إذا أعطونا تصفيق على أنس. برافو 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 برافو. إذا يوم 2 أفريل هو اليوم العالمي لاضطراب التوحد، يا أخي لا جورني انترناسيونال دو لوتيزم. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول، تحبوه؟ لغز اليوم يقول: شيء بيني وبينك لا تراه لا عيني ولا عينك. شيء بيني وبينك لا عيني رأته ولا عينك، ما هو يا ترى؟ معلش فكروا لغاية نهاية الحصة، انتم وأصدقائنا اللي لم يشوفوا فينا عبر شاشة التلفزيون يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن قبل ما نجوز الفقرة الموالية حبيت نسقسيكم، بنتي واسمك؟ حشتني خديجة. خديجة، وين تسكني خديجة؟ في ولاية شلف. في ولاية شلف، الله يبارك. واش سنة درستي بنتي؟ سنة ثالثة ابتدائي. متفوقة؟ برافو برافو برافو. واسمك بنتي؟ حواء. حواء، وين تسكني حواء؟ تسكن في بيتنا. في بيتنا الشوية، الله يبارك الله يبارك. تروحي تسلمي عليهم كامل كي تروحي؟ هي شحال في عمرك بنتي؟ السنة الأولى. درسي السنة الأولى؟ برافو. وتحبي القراية؟ تحبي. واسمك وليدي؟ اسماعيل. اسماعيل، وين تسكن اسماعيل؟ في الجزائر. في الجزائر، وش سنة تدرس؟ سنة أولى. وشاطر؟
الله يبارك الله يبارك. شكون تاني حبيت نسقسي الشاطرة هذه؟ واسمك بنتي؟ لينا. لينا وين تسكني لينا؟ في عين بنيان. في عين بنيان. واش سنة درسي بنتي؟ تانية متوسط. تانية متوسط. برافو 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 برافو. وانتي بنتي واسمك؟ إسراء. وين تسكني إكرام؟ إسراء. إسراء الله يبارك. وين تسكني إسراء؟ في ولاية القبة. ولاية القبة؟ القبة مازال ماهيش ولاية هاد الساعة. مدينة القبة. الله يبارك. واش سنة تقراي بنتي؟ ثالثة ابتدائي. متفوقة أنت يا تقراي مليح؟ الله يبارك الله يبارك. إذا واش رأيكم يا أطفال نروحوا مع ميليسا نتعرفوا على شخصية مهمة في الكفاح الجزائري. راح نتعرفوا اليوم على المرحوم رضا مالك. إذا تفضلي ميليسا. السلام عليكم أصدقائي. شخصية اليوم عاشت في الاستعمار وبعد الاستقلال، فهي شخصية المرحوم رضا مالك. ولد بتاريخ 21 ديسمبر 1931 ببتنا، من الأوائل الذين التحقوا بصفوف ثورة أول نوفمبر المجيدة، حيث كان عضوا في لجنة إدارة الاتحاد العام لطلبة المسلمين الجزائريين سنة 1955، إلى جانب توليه منصب مدير أسبوعية المجاهد. وخلال الفترة الممتدة من ماي 1961 إلى مارس 1962، تقلد الفقيد منصب الناطق الرسمي للوفد الجزائري في مفاوضات إفيان، ناهيك عن كونه أحد محرري ميثاق مؤتمر طرابلس سنة 1962. بعد الاستقلال تقلد المرحوم العديد من المناصب الدبلوماسية والسياسية، حيث تم تعيينه سفيرا للجزائر في العديد من العواصم العالمية، ليشغل سنة 1977 منصب وزير الإعلام والثقافة، فوزيرا للشؤون الخارجية بداية من فبراير 1993، ليعين رئيسا للحكومة بداية من أوت 1993، ويتولى نفس المنصب مجددا من يناير 1994 إلى غاية أبريل من ذات السنة. وعلاوة على هذه المناصب السياسية والدبلوماسية، أسس الفقيد سنة 1995 حزب التحالف الوطني الجمهوري وترأسه. على الصعيد الفكري كان للمرحوم المتحصل على شهادة ليسانس في الآداب والفلسفة من جامعتي الجزائر وباريس. توفي في 29 جويلية 2017 عن عمر يناهز 85 سنة بالجزائر العاصمة. برافو 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 ميليسا. برافو بنتي. برافو 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 برافو. يا أطفال واش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا في الصديق ولا في الصديقة نتاعك؟ واش هما الصفات؟ تعالي بنتي روحي تعالي. واسمك بنتي؟ مروه كساي. وين تسكني؟ في عين بنيان. في عين بنيان. واش هما الصفات؟ صادق. صادق. برافو برافو. واش هما الصفات؟ تعالي بنتي روحي تعالي تعالي روحي منا بنتي معليش. واسمك بنتي؟ لينا. وين تسكني لينا؟ ولاية النديه. في اي مدينه؟ بلدية العمرية. العمرية الله يبارك. جيتي الحفل تاع مو يزيد في العمرية ولا ما جيتي؟ جيتي. نعم جيت. الله يبارك. واش هما الصفات اللي تحب يكونوا في الصديق ولا في الصديقة نتاعك؟ الأمانة. الأمانة. برافو برافو بنتي. برافو برافو. شكون؟ تعالي بنتي روحي روحي بنتي. واسمك؟ ماريا. ماريا. دوري الكاميرا ماريا. شحال في عمرك ماريا؟ 11 يوم. 11 سنة. 11 سنة. واش هما الصفات اللي تحب يكونوا في الصديق والصديقة تاعك؟ صديق صالح. أن يكون صالحا. برافو برافو. شكون؟ تعالي بنتي تعالي 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 أروحي الشاطرة منا. واسمك بنتي؟ ميليسا. ميليسا. وين تسكني ميليسا؟ في عين بنيان. في عين بنيان. راكم أون فورس اليوم. الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنين. 10 سنين. واش هما الصفات اللي تحبيها؟ وفي. الوفاء. برافو برافو برافو. زيدونا صفات. تعالى أروح وليدي تعالى تعال. واسمك؟ محمد كساي. وين تسكن محمد؟ عين بنيان. عين بنيان تاني.
واو عين بنيان، راكم اليوم اون فورس من محبي حصه مع مو يزيد. مرحبا بكم وتحياتنا لكاع ناس عين بنيان. اذا وليدي التربيه يكون متخلق يعني متربي. برافو برافو برافو. شكون ثاني؟ تعالي بنتي اروحي اروحي من بنتي. واسمك؟ زهرة. وين تسكني زهرة؟ في ولاية بجاية. في بجاية؟ وين أي مدينة؟ سيدي عيش. في سيدي عيش، الله يبارك. تحياتنا لكل سكان مدينة سيدي عيش ولاية بجاية. وش هما الصفات اللي تحبيهم يكونوا في صديق وصديقة تاعك؟ الحسنات. حسنة. برافو 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 برافو. تعال 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 ولدي. واسمك؟ محمد. محمد، وين تسكن محمد؟ ولاية العمرية. ولاية العمرية؟ ولاية التمدية. ولاية التمدية، مدينة العمرية؟ نعم. الله يبارك، شحال في عمرك ولدي؟ 10 سنين. الله يبارك، راك فرحان لي راك هنا في الحصة؟ نعم. الله يبارك، تروح تبلغ لنا السلام لكامل ناس العمرية يا أخي. نعم. وش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا في الصديق وصديقته؟ أن يكون محقا. برافو برافو ولدي برافو. على بالكم علاش عمو يزيد سقساكم؟ لأنه راح نغنوا أغنية صديقي. لي صديق يعرفها أنس. شنا تشوف أنس يغني لنا منها شوية؟ أنس تغني مع مو يزيد. لي صديق صالح حسن سلوك مؤدبة بين حريري ناصح حليل القلب رضا. برافو. تصفيقة تصفيقة على أنس، تصفيقة على أنس. إذا لي صديق صالح حسن السلوك مؤدب بالخير لي ناصح حنين القلب طيبة. يلا تغنوا كامل معي. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدب بالخير لي ناصح حنين القلب طيبة. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا بالخير لي ناصح حين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. مو
متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نناقش بلا جدل متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نناقش بلا جدل صديقي 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 أخي ورفيقي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حنين القلب غيبا لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حنين القلب غيبا صديقي 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 أخي ورفيقي برافو 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 تصفيقه 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 برافو برافو يا اطفال برافو برافو يا اطفال برافو ارجعوا لاماكنكم شاطرين عجبتكم الاغنيه اذا يا اطفال الصديق مهم والصديق في وقت الضيق والصديق لكن لازم نختاروا صديقنا الصفات الحميده يا اخي يا اطفال لازم نبتعدوا على من اصدقاء السوء يا اخي لازم اصدقائنا يكونوا متخلقين يكونوا عندهم البر بالوالدين يطيعوا والديهم يا اخي يقراوا مليح ياخذوا الراي يا اخي يا اطفال اصدقاء لازم نختاروهم يا اخي تحبوا العاب الخفه يلا نروحوا نكمل مع عمو سالم اللي جانا من مدينه بجايه بألعاب الخفه عمو سالم تفضل برافو ما يرجع مكانك بنتي برافو 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 عجبتكم العاب الخفه اقعدي بنتي اقعدي اذا يا اطفال واش رايكم دركا عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه الطاووس المغرور تحبوا الحكايات يلا معي
إذن يا أطفال كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الطاووس المغرور. واحد النهار في واحد المزرعة كانوا مجموعة من الحيوانات، وفي وسطهم كان واحد الطاووس. تعرفوا الطاووس؟ طاووس يجي جميل هكذا، وخاصة لما يبسط الذيل نتاعو بالريش الجميل نتاعو كامل، قاعد يمشي هكذا ويزوخ عليهم، يعني مغرور يمشي هكذا يتكلم مع الدجاجة يقول لها وش رأيك فيا اليوم؟ تقول له سبحان الله الذي أبدع في خلقه. شغل ما عجبتوش الإجابة، باش تقول له راك جميل وكامل راح كمل هكذا، قال لها أنت تغيري مني وكامل. ما زاد مشى صب البطة، قال لها وش رأيك في الريش ديالي وفي الجمال ديالي كامل؟ قالت له لازم تقول الحمد لله على النعمة اللي أعطاها لك وكامل. ما عجبوش الجواب تاعها، هو يسنانها تقول له أنت أجمل الحيوانات وأنت جميل وأنت ومغرور. قال لهم أنتم ما تغيروا مني كامل في المزرعة، أنا راح نروح للغابة، للغابة كاين حيوانات اللي تعيش في الغابة راح يكونوا ألطف منكم. قالوا له لا لا قعدوا كامل. قال لهم لا لا نروح. راح للغابة، كي راح للغابة ساب الحيوانات كلهم، يسقسي الغزالة يقول لها وش رأيك في الجمال تاعي؟ تقول له أنت أجمل الحيوانات وأنت جميل جدا وكذا. بعد يمشي بعد يسيب حيوان آخر يسقسيه، يسيب الحمار يسقسيه يقول له قل له وش رأيك في الجمال تاعي؟ يقول له أنت أجمل كائنات. ومن بعد الحصان تقلق، قال له ما هذا الغرور هذا؟ قال له أنت يا، قال له احنا الحصان هو من بين الحيوانات الأجمل وكامل وما ناش مغرورين كما مغرور أنت. ومن بعد قد قال لهم أنا تغيروا مني، أنا أجمل الحيوانات ومعليش الغزالة وكامل كاع. قالوا له أنت أجمل كائنات. بعد قاعد يمشي هكذا في الطريق، من بعد طاح في واحد الفخ، فخ داروا الصياد طاح فيه وقاعد يستنجد بالحيوانات تاع الغابة. قال لهم تعالوا تعالوا روحوا تسلكوني روحوا الغزالة. قالت له أنا ما نقدرش، أنا نخاف من الصياد. ومن بعد الحمار كذلك، قال له أنا ما نقدرش نخاف. من بعد الحصان كذلك، ساب روحه وحده. ومن بعد كان واحد الطائر هكذا من الفوق شافه، راح عند الحيوان تاع المزرعة قال لهم فوالا صديقكم الطاووس وكامل راهو طاح في 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 فخ الصياد. راحوا تسرعوا كامل باش راحوا ينقذوه. إذن راحوا لتما وكامل وسلكوه، سلكوه كامل. بعد هو قال يا سبحان الله، قال هاد الحيوانات اللي ما كنتش أنايا اللي كنت مغرور معاهم وكامل هما اللي جاوا سلكوني، وهادو أصدقائي زعما تاع الغابة اللي قالوا لي أنت أجمل كائنات واحد ما سلكني. وبالعكس بداو يستهزوا به، لأنه لما طاح في الفخ تكسر كاع الريش ديالو، وحيوانات الغابة بداو يتمسخروا به الاستهزاء، قالوا له شوف شوف ريش تاعك قاعد تكسر اللي كنت فرحان به وكامل. والحيوانات تاع المزرعة اللي كان هو مغرور عليهم قالوا له لا لا وروح معنا، ودوك الريش تاعك سوف الله يبدلوا كريش آخر أجمل وكامل، طلعوا له المعنويات نتاعو وراحوا داوها المزرعة. عمو يزيد، عمو يزيد، استخلصوا من الحكاية تاع اليوم أن الغرور يضر صاحبه ولا ينفعه. برافو 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 بوبي، تصفيقة 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 تصفيقة. إذن يا أطفال الغرور يضر صاحبه، ما لازمش نكونوا مغرورين. التواضع جميل، من تواضع لله رفعه. يا أخي يا أطفال التواضع جميل جدا. يلا إذن يا أطفال الغرور مش مليح في حياتنا يا أخي، لازم الإنسان يكون متواضع، ولازم احترام الناس كذلك، وما لازمش الاستفزاز كذلك. يا أخي يا أطفال الحقنا دوكا لواحد الركن انا نحبو بزاف، هو ركن بريد عمو يزيد، وين نقراو الرسائل اللي تبعتوهم لنا نتوما يا اطفال عبر موقع الانترنت عمويزيد.com عبر زرار اراء وملاحظات. بوبي شوفي عندنا رسائل من عند اصدقائنا الاطفال. شكرا، برافو برافو بوبي، برافو. تصفيقة تصفيقة على بوبي، تصفيقة تصفيقة. إذن بوبي الرسالة الأولى، نحب نقرأ رسائل تاع أصدقائنا الأطفال. الرسالة الأولى من عند بوزكتي إسحاق 4 سنوات. بوزكتي إسحاق 4 سنوات من مدينة بوسماعيل من ولاية تيبازا، قال لك أرجو منك سيدي استضافة ابني، أرجو من
وهو يحبك ويحب حصتك، أرجو منك سيدي وشكرا. إذن هذا الوالد ولا الوالدة يطلب من حصة عمو يزيد أنهم يستضيفوا ولدهم. إذن ولدي بوزكتي إسحاق مرحبا بك، ما عليك إلا تسجل عبر موقع الإنترنت وراح نكلمك في الهاتف ولا عبر الإيميل باش تحضر معنا. إذن مرحبا. الرسالة الموالية مول سويقة سارة من مدينة مستغانم، تحياتنا لكل سكان مدينة مستغانم. قلت لكم برنامج جد وجميل رائع ثقافي وممتع للأطفال أيضا تعليمي، أتمنى التوفيق لمقدم البرنامج حمو يزيد. شكرا بنتي سارة، يعطيك الصحة على هذه الرسالة الجميلة من مدينة مستغانم مول سويقة سارة، مرحبا بك بنتي. الرسالة الموالية هذه من عند بن قرطبي سهيل ليليا ووسيم، سهيل 4 سنوات، ليليا 8 سنوات، ووسيم 5 سنوات من مدينة المدية. قلت لكم السلام عمو يزيد، سهيل ليليا ووسيم من المدية، نحن نشكرك على الجهد المبذول لإسعاد الأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وأتمنى المزيد من النجاح للحصة، هي جد ممتعة، ننتظرها كل يوم ثلاثاء بشوق وحماس، نحن من الأوفياء المتتبعين للحصة. إذن عائلة بن قرطبي كلكم ليليا وسيم وسهيل والعائلة الكريمة تاعكم، شكرا على هذه الرسالة الجميلة، مرحبا بكم. الرسالة الموالية من عند قرمة ليليا من مدينة بوغرا ولاية البليدة، قالت لكم السلام عليكم، أريد المشاركة في حصة عمو يزيد لأنها أعجبتني كثيرا، حصة ترفيهية فيها الأطفال وأنا ليس عندي إخوتي وأرجوكم أريد المشاركة. إذن يا ليليا قرمة إحنا كامل إخوتك، أنا أخوك الكبير وأنتم أخواتها يا أخي. إذن مرحبا بك بنتي، راح نتصلوا بك، سجلي برك عبر موقع الانترنت وراح نتصلوا بك. الرسالة الموالية من عند داني ليندا 11 سنة من مدينة ستاوليم العاصمة، أريد أن أشارك في هذا البرنامج الجميل. إذن يا ليندا أنت أجمل، أنت أجمل، مرحبا بك بنتي، شاركي عبر موقع الانترنت وراح نتصلوا بك باش تحضري معنا. الرسالة الأخيرة من عند بن خشيبة عطية 10 سنوات، بن خشيبة عطية 10 سنوات من مدينة عين معبد من جلفة، قلت لكم أحب الحصة جدا وأريد المشاركة فيها. إذن بن خشيبة عطية 10 سنوات من مدينة عين معبد من جلفة، مرحبا بك، ما عليك إلا بالتسجيل عبر موقع الانترنت ورايحين نكلمك إن شاء الله. بوبي احتفظنا بهذه الرسائل الجميلة، هذه نحتفظ بها، وما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com باش نقرأوا الرسائل تاعكم عبر زرار آراء وملاحظات. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة، تعالي بنتي أروحي أروحي، أقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ ميليسا. ميليسا شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، حكينا نكتة تاعك بنتي. كان واحد الخطرة واحد الشيخ حاب يختبر تلاميذ تاعو، عنده 4 تلاميذ، أطالهم 4 تفاحات وقال لهم روحوا كلوا 4 تفاحات بصح ما يشوفكم حتى واحد. واحد راح كلاها في الصحراء، وواحد راح كلاها في بيته، وواحد راح كلاها في الخزانة، والآخر جاله قالوا ما قدرتش ناكلها خاطش وين نروح ربي يشوفني. برافو 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 برافو، تعالي بنتي تعالي أروح. واسمك بنتي؟ حواء. وين تسكني حواء؟ سكنا في باتنا. في باتنا، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. ها؟ واش حبيتي تقولي يا عمو يزيد؟ ها؟ تحبي الحصة؟ واش تقولي؟ تقولي هكذا كاع السكان باتنا تسلمي عليهم؟ هيا دير لهم هكذا قولي لهم نحبكم. برافو برافو بنتي، برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعال تعال تعال. أروح تعال، جيب أنس، جيبو جيبو جيب أنس صديقنا، جيبو هلا. أقعد أنس، أقعد وليدي، أقعد أقعد قدامه. هلا أعطي الخويا يحكي لنا نكتة.
قال لك واحد الخطرة واحد سمع العياط في الحومة، خرج وبدا يعيط، سمع بالخبر بلي كل ما فيه السم، دخل الدار قالت له مرته واش صرا، قالها والو، قالها شربي الماء ورقدي. واش أنس واش حبيت تغني لنا؟ ساعدني ساعدني على الصوت. ها ساعدني غني لنا ساعدني. ساعدني 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 محتاج لك انقذني وعدني كون جنبي وجنب لك. برافو 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 ليدي برافو 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 برافو. تعالي بنتي اروحي، تعال اروح وفيسوش، تعالوا اروح، تعال اقعدي هنا، اقعدي قدامها. واسمك بنتي؟ اسيل. واش حبيتي تقولي لنا اسيل؟ حبيت نقول لكم باللي نساعد للناس البابا الماما. تحبيهم كامل وتكوني شاطره هذا العام في الدراسه. نعم. هيا برافو بنتي، برافو برافو برافو. واسمك بنتي؟ ابتهال. ابتهال شحال في عمرك ابتهال؟ 9 سنوات. 9 سنوات. حبيتي تحكي لنا نكته؟ ايه احكي لنا نكته بنتي. خطره واحد الطفل بعثته يماه يروح يشريلها لومو، وبدا راح يشريهم كاع حلوه هذوك، وبدا خبط بقره وقالت مو، قالها فكرتيني في لومو. تعالي 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 اروحي اروحي اقعدي. واسمك؟ اسمي الاء. الاء شحال في عمرك الاء؟ شحال في عمرك؟ شحال من عام؟ شحال من سنه؟ شحال في عمرك؟ 4 3 5 شحال؟ 4 سير. واش حبيتي تغني ولا تقولي لعمو يزيد؟ حبيتي تغني؟ غني لنا اغنيه. ها؟ غني. واسمها الاغنيه؟ واسمها الاغنيه؟ تاع العصفور. غني تشوف العصفور. انت العصفور. غني سيتيها، سيتي الأغنية. نسيتيها بنتي. بلكي بلكي تحبي العصافير. هيا برافو برافو برافو. شو تعال تعال أروح، تعال. واسمك بنتي؟ ياسمين. وين تسكني ياسمين؟ عين بنيان. عين بنيان. احكي لنا النكته تاعك بنتي. قالك واحد كان يمشي، قالوا له صحابو شي حوايج زين، قالوا نمشي ليا ونمشي لهين. برافو 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 برافو. الحقنا دركا يا اطفال الجواب عن اللغز. شيء بيني وبينك لا عيني تراه ولا عينك. شكون يعرف؟ تعالي اروحي بنتي اروحي. واسمك؟ مروه. مروه وش هو الجواب؟ الهواء. برافو برافو برافو. تعالي تعالي بنتي تعالي. الهواء الجواب هو الهواء. برافو. اعطيه الهديه تاعها، اعطيه الهديه تاعها. اذا بنتي عمو يزيد يهدي لك هذا الشوب الجميل هذا، ان شاء الله تشربي به الحليب ولا الماء ولا. وهذه سيدي عمو يزيد. واش انس؟ واش حب انس؟ معليش معليش خليه يقعد معايا، قعد معايا انس. معليش وليدي معليش. اذا ان شاء الله تستفادي بهم بنتي. تفضلي تفضلي. يا اطفال في كل حصه نديروا عيد ميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد سامي 9 سنوات. تعال سامي اروح وليدي اروح. اذا حنا نغنوا له عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو. يلا عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد.
تعيش أيامها أفراح. أحلى الأوقات نزهة نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو وصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. اذا سامي 9 8 6 5 4 3 2 1 برافو. زيد 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 برافو برافو برافو. اذا سامي عمو يزيد يهديك شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد باسمك. وانتم كامل يا اطفال غير تخرجوا منا كل واحد عنده الشهاده ديالو باسمه تاع انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد يحتفظ بها كذكرى. يا اخي هذه تاعك سامي. اذا وليدي هاي لك. وبما انك بعثت لنا 5 قسيمات من علب حليب رامي وبعثتهم على العنوان صندوق بريد 42 الف ستوالي العاصمه راعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجه الجميله هذه ان شاء الله تستفاد بها وليدي. وانا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.